لم يجد فوز المنتخب القطري بكأس آسيا 2019 حظه في إعلام الإمارات الدولة المنظمة للبطولة، وغلب التجاهل على منصات صحفية إعلامية بارزة غدا انتصار العناب على الساموراي الياباني. وغلبت على التغطيات الصحفية إما التجاهل التام أو التركيز على المنتخب الياباني ولعبه النظيف أو الإشادة بالإنجاز غير المسبوق لأبو ظبي في تنظيم نسخة هذه البطولة. وتجاهل حساب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام عبر تويتر وموقعها الإلكتروني الإشارة لنتيجة المباراة الجمعة بفوز العنابي، وعلى خطاباتها تجاهلت صحيفة البيان الفوز بوضوح وقالت في عنوان رئيسي: الساموراي يخسر الأسيوية ويكسب اللعب النظيف، مشيرة إلى أن بلادها نجحت في تنظيم مبهر للكأس. وصارت الاتحاد على نهج البيان وعنونت صورة تشير لصعود المنتخب الياباني لمنصة التتويج بالمركز الثاني بعنوان شكرا للإمارات 2019 وداعا آسيا. ومن جانبها تجاهلت الوطن السبت الحديث عن الكأس ناقلة تصريحات لمسؤول إماراتي عن الإنجازات التي حققتها بلاده عقب تنظيم نسخة البطولة. كما عنون حساب الموقع الإلكتروني للإمارات اليوم: تنظيم إماراتي ناجح في ختام أكبر نسخة لكأس آسيا، للتعليق على خبر رياضي رئيسي وهو فوز قطر بالبطولة. وفي حالة استثنائية أشارت صحيفة الخليج بنسختها الرياضية إلى فوز قطر بعنوان العنابي بطل كأس آسيا 2019، بجانب عنوان فرعي الإمارات تختتم أفضل نسخة في التاريخ بأرقام قياسية. وخرج الجمعة آلاف من القطريين والمقيمين إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز منتخب العنابي على الساموراي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو حزيران 2017 علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعية بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني.